السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي هاني. بص، على طول كده أنا دورت على قنوات كتير جدا بتتكلم بالعربي على إنها تشرح التكنيك بتاع الكروت 3 دي ديت، أو اللي بيسموها البوب أب. صراحة ما لقيتش. يمكن لقيت بعض القنوات اللي بتتكلم بالإنجليزي، وقليلة أوي اللي بتشرح التكنيك أو الميكانيزم بتاع الحركة نفسها، يعني تتكلم ليه هندسيا هو عمل ده، وخد الزاويه دي ليه، وليه حط ايه. ما حدش بيشرح الكلام ده بالعربي صراحه. ده شجعني قوي ان احنا نعمل قناه او نعمل مجموعه على القناه عندي، انها تتكلم على الميكانيزم بتاع البوب اب، يعني نشرح كل حاجه في البوب اب بالتفصيل. حتى لو بنتكلم على كتر، هنتكلم عنه بالتفصيل. يمكن الفيديو يكون طويل شويه عن ما انتوا اتعودتوا، واحد مشغل مزيكا وتن تن 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 يروح بسرعه مخلص الكارت. لا، احنا هنتكلم شويه بتفصيل، هنقعد نرسم مع بعض ونتكلم عشان تفهم انت ايه الميكانيزم اللي ورا الحاجه. يعني لو جبنا، هنقعد نرسم ونتكلم ونقول، ولما نكون راسمين حاجه هنقعد نتكلم كده ليه احنا رسمنا هنا، وليه المقاسات بتاعتنا، وايه الفرق، وايه. هنتكلم كانها بالظبط انت شغال في شركه دعايه واعلان، ومش ان انت تشتغل مثلا عشان تعمل كارت واحد وخلاص. لا، ان انت كانك هتشتغل وتعمل حاجه رايحه مطبعه. هنعمل كمان حاجات وفيديوهات بتتكلم على ان احنا لو هنرسم حاجه زي دي على الكمبيوتر، على الاستليتور مثلا، او على اي برنامج كورل درو او اي حاجه، المهم ان احنا نطلعها بشكل احترافي. يعني مش بس ان احنا بنعمل شويه ورق وهنقعد نقصقصهم مع بعض كده، لا، احنا هنوصل لمرحله ان احنا نعملها بشكل احترافي. ده هيوصلنا لايه؟ يمكن الفيديوهات في الاول تكون ممله، ان انا هيبقى فيديو كامل عن مربع او مستطيل، ايه الفيديو ده؟ يعني ممل جدا بالنسبه لك، ما فيهوش بقى مبنى ولا حاجه شكلها واو، تفتح تلاقي عصفوره طايره ومش عارف ايه والكلام ده. في البدايه هيبقى الموضوع شكله تحس ان هو رخم، بس لو انت تابعت معانا الفيديوهات وشفت الميكانيزم، هنالف مع بعض بعد كده اي سكينه او اي ورقه انت عاجباك الداي كات بتاعتها، هنجيب اي داي كات ونرسمها، هتبقى انت فاهم معايا احنا ليه بنتكلم كده. لما نيجي نفتح كارت ونقعد نشرح ليه ونقول ده بقى اللي احنا قلنا عليه، هو هنا بص واخد ايه وعامل ايه، انت هتبقى فاهم انا قصدي ايه وقتها، غير اللي بيديك سمكه. احنا مش هنديك سمكه، احنا هنعلمك ازاي تعمل انت البوب من تاليفك انت. يا رب يكون الموضوع شيق بالنسبه لكم، حاجه تكون تشغل اهتمامكم. تابعونا إن شاء الله مع أول حلقات لينا بإذن الله. شكرا. رايح فين؟ رايح فين؟ هتتابعني إزاي؟ اعمل سبسكرايب دلوقتي واعمل لايك للفيديو عشان تبدأ تتابع بقية حلقاتنا. يلا أشوفكم المرة الجاية.